ينضم إلينا الآن العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد نضال، كيف ترى التصعيد الأخير اللافت والاشتباك بين حزب الله وجيش الاحتلال، وما هي أسبابه برأيك؟ أولا التصعيد في جنوب لبنان عادة يتماهى مع التصعيد يعني في جنوب فلسطين المحتلة، عندما تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة يتصاعد العمل العسكري في جنوب لبنان، ولكن الملاحظات اليوم هي أن تزايد تصاعد العمليات بوتيرة أعلى كانت قد بدأت بفترة الهجوم على رفح، مدينة رفح، ولكن تجاوزت هذه حدود المساندة إلى أن ظهر من خلال العمليات أن هناك عمليات كانت نوعية جدا، وخصوصا بقصف مراكز عسكرية إسرائيلية تعتبر استراتيجية في الجانب الإسرائيلي، في جانب العدو الإسرائيلي، سكنات بكاملها قد دمرت في الشمال الفلسطيني. يظهر من خلال هذه العمليات أن التفوق اليوم، التفوق البري، هو بالكامل لحزب الله في منطقة نعم، الشمال الفلسطيني، وحتى الاستطلاع، يعني التفوق الاستطلاعي، بما أن المقاومة الإسلامية في لبنان قد دمرت كافة التجهيزات التجسسية على الشريط المحاذي للبنان، فاليوم العمليات الاستطلاعية من خلال الطيران المسير الذي يطلقه حزب الله في لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية أعطى تفوق استطلاعي لمعرفة كافة تحركات العدو الإسرائيلي في الشمال نعم، لكن اليوم. هل ترى أن فرص الحرب المفتوحة وتوسيع نطاق الحرب أصبحت متاحة في الوقت الحالي بعد الهجوم الأخير؟ أظن أن هذه العمليات ووتيرتها وإظهار القدرات العسكرية لحزب الله هي عمليات رادعة لتوسع الحرب بشكل كامل في لبنان، وخصوصا أن الحرب، يعني إذا أردنا أن نقول أن الإسرائيلي هو قادر على شن حرب، ليس لديه أي تفوق في لبنان إلا من خلال الطيران الحربي النفاث، يعني الاف 35 او الاف 15 الاف 14 الاف 15 الاف 16، وليس لديه قدرة على ممارسة عمليات هجومية أو دفاعية، وخصوصا أن الفرق الموجودة في الشمال الفلسطيني الإسرائيلية التي يمتلكها العدو الإسرائيلي هي أربع فرق، فرقتين عاملتين وفرقتين احتياط، كان قد سحب منها 8 ألوية الجيش الإسرائيلي إلى منطقة الوسط لإعادة هيكلة احتياط للجيش الإسرائيلي في منطقة الوسط، فيعني أن الحدود اللبنانية اليوم هي تقريبا هي ليس بالكثافة القتالية التي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يشن هجوماته من باتجاه لبنان، هجومات برية باتجاه لبنان. يعني لا أعتقد أن الإسرائيلي قادر على توسعة الحرب كحرب شاملة، إنما هو يمكن أن يقوم بضرب أهداف جوي من الجو من خلال الطائرات النفاثة وليس الطائرات المسيرة أو الطائرات السمتية، لأن الطائرات المسيرة قد أسقطت في جنوب لبنان من بصواريخ مضادة للطائرات، ويبقى لك اليوم يبقى لدى الإسرائيلي قدرة واحدة على المناورة في لبنان هي سلاح الجو، ولا نعرف ولا أحد يعرف إذا كان يمتلك حزب الله صواريخ مضادة لهذه الطائرات. نعم، أشكرك سيادة العميد نضال زعوي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك. شكرا لك.